السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اعزائي الزبناء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لايف جديد محل طوب ارتيكل بسوق القريعه، وكما عودناكم دائما وابدا دائما تشويشيات ان شاء الله اللي غتنال الاعجاب ديالكم. والجديد كما وعدناكم كل اسبوع كنديروا لايف على جديد المنتوجات متواجده حاليا بالمحل طوب ارتيكل بسوق القريعه. فاول حاجه كنبغي نشكر كاع الناس اللي صيفطوا لنا دي ميساج من سمعوا الخبر ديال الحريق، كنبغيو نشكرهم بزاف بزاف، سولوا علينا ودعاو معنا، وبالدعاء الخالص للناس اللي ديجا مشات لهم السلعه ديالهم في سوق القريعه، فالمواساه الحاره لهم. وشكرا للناس كاملين اللي سولوا علينا واللي صيفطوا لنا دي ميساج، واللي من سمعوا الخبر تواصلوا معنا مباشره وقالوا لنا ياك ما كاين باس، ياك بعد عليكم بعد الحريقه ان شاء الله بردا وسلامان. المهم تبارك الله المغاربه والسيدات المغربيات ولينا معاهم بحال عائله. فشكرا لكم بزاف بزاف، لا من قريب ولا من بعيد، وفريق طوب ارتيكل كله تيشكركم على الميساج ديالكم والدعوي ديالكم. باش ما نطولوش هاد اللايف، وان شاء الله يكون لايف خفيف ظريف، غادي نديروا ان شاء الله واحد الجوله على جديد المنتجات اللي كاينه حاليا دابا في محل طوب ارتيكل، وشنو هما التويشيات اللي جاو حاليا في المحل. فالناس اللي كانوا يسولون على دي برودوي راه حنا جبناهم ليهم، كاع التويشيات ديال الانترنت راه حاولنا ما امكن نديروا واحد الطقم كامل ديال المنتجات ديال الانترنت، يعني الصف كامل، وباش تلقاو لو شوا وتلقاو بزاف ديال التويشيات ان شاء الله اللي غادي تساعدكم وتعاونكم في تنظيم وترتيب البيت بطريقه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت منتجات اللي كتسهل الحياه. حنا غادي نشوفوا علاش منتجات تسهل الحياه، وشنو غنستافدوا من هذه المنتجات هذه اللي غادي تعطينا واحد القيمه مضافه في الدار ولا في البيت ولا في الحمام بصفه عامه. فاول حاجه كالسياسين شد لينا هكا، اول حاجه غادي نبداو بها غنبداو بهذا الريشو. هذا الريشو هذا كيتخشى في البريز مثلا فاش كيكون البرد، شي شومبر مثلا عندك بارده ولا بغيتي تسخنها، ولا شي واحد يضرو المفاصيل ولا العظام ديالو في البرد، هاد لاباري هذا صغير هاد الحجم كتخشى في البريز وكتعطيك دفه، وفي نفس الوقت فيها الديكور هذا الديكور ها هو، تعطي هاد الفلام بحال هو شاعل واحد الشيميني. ها البريز ديالها كتخشى وتخرج هنا من هنا السخونيه، وفي نفس الوقت تعطي واحد الديكور واعر. ها هي يلا جا منتج خطير جدا بجوده ممتازه جدا. للاشاره فان هاد المنتجات راه كاملين كنلقاو بزاف ديال الناس كيديروا لهم بيبليسيتي، ولكن المشكل ان هاد الشيء فيه البريمير فيه الدوزيام شوا. حنا كنحاولوا ما امكن كنخدموا بالسمعه ديالنا، كنحاولوا نجيبوا بريمير شوا، والناس اللي كيبغيو الاثمنه رخيصه كنجيبوا لهم الدوزيام شوا باش كنقدروا نبيعوا لهم حتى هما. حيت ملي كتقول لي هذه بريميير قد القد، تيقول لك لا لقيتها في بلاصه اخرى قد القد، خاصنا نجيبوا ليه الدوزيام شوا باش نقنعوه انه ياخذ هذيك، راه ماشي بحاله ولا راه الكاليتي مختلفه ولا بزاف الحوايج. حنا غادي نجيو لهذا المثال ان شاء الله من هنا فاش غادي ندوزو ان شاء الله. كاين هذا السيدات اللي عندهم مشكل في المبارد، اللي تيكون مثلا ايامات البرد والشتا كيكون عندهم مشكل ديال الماء، يعني ما عندهمش الشوفو ولا ما عندهم مشكل كيخسر لهم الشوفو باش يدوز لهم الماء سخون، ما كيكونش عندهم ماء سخون في الكوزينه باش كيغسلوا الماعن، لان ديجا كيكون الماء بارد بزاف ما تيقدروش يغسلوا، ما كيقدروش يديروا بزاف ديال الحوايج. هذا كيتبرونشا في الكوزينه، وفي نفس الوقت كيعطيك الماء سخون، يعني بالطريقه اللي سهله اول حاجه كندوزوا فيه الماء ومبرونشيوك مع الضو كيعطينا الماء سخون ديريكت. هذا راه داير ضجه في المواقع التواصل الاجتماعي، وها هو جبناه الان محل طوب ارتيكل في سوق القريعه بثمن جد مناسب. بالنسبه للاثمنه راه الاثمنه غادي تدوزوا عندنا الواتساب، غادي نعطيكم الاثمنه ديال اي حاجه بغيتوا. والناس اللي خارج الدار البيضاء حنا خصصنا لهم رقم خاص ديال السيده اللي غادي تواصل معاهم، دوزوا لا كوموند اي برودوي بغيتوا عندنا، سكرينيو الموديل اللي بغيتوا صيفطوا ليها في الواتساب، هي راه غدوز معكم لا كوموند وحنا غنصيفطوها لكم. رقم خاص غير ديال الطلبيات والناس اللي كيبغيو نوصلوا لهم حتى للدار. الناس اللي ديجا تيجيو المحل راه يجيو المحل مرحبا بهم. بالنسبه للحوايج اللي كيتحتاجوا في هذا الشتاء والبرد، مثلا النشار حنا ديجا هضرنا عليه وراه جا فيه اللوان، ها هو النشار ديال النشار هذا كيتجمع
وكيعاود يرجع. راه ديجا بارطاجيناه شحال من مره، ولكن كاين اللي ما فهموش ديالاش كيفاش كيخدم. هذا كيخرج بحال هكا مباشره وكيرجع، كتسالي منه كيدار في وسط الدار، دار في البالكون، دار في بزاف ديال البلايص باش كتنشر الحوايج مثلا فاش ما تكونش الشمس بزاف، ولا ما تيكونش عندك كيفاش دير، ما عندكش بلاصه فين كتنشر الحوايج. هاد النشار هذا عملي، ها هو فيه القياسه ديالو، وكاين ديال واحد وكاين ديال جوج. ها هو ديال جوج، ها هو النشار خطير جدا، وحاجه اللي تبارك الله في المستوى اللي ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. لا من ناحيه الجوده، عليكم السلام، لا من ناحيه الموديل، ديجا كنجيبو برودويات اللي ان شاء الله زوينين اللي دايرين ضجه في الانترنيت، وفي نفس الوقت تنختاروا لاكاليتي تنختاروها من بين بزاف ديال المنتجات. تلقاو منتج ها هو كاين واحد اخر ناقص فيه الثمن، ولكن ما كنحاولوا ما امكن نجيبوا المنتج اللي غادي ان شاء الله يخلي لينا صورتنا مزيانه مع الكليان. وهذا الشيء راه بشهاده جميع السيدات اللي تعرفونا من بكري ومن قديم. لا ماشي يلاه بدينا في المجال، راه الحمد لله سنوات وحنا كنبيعوا، راه الناس عارفين السمعه ديالنا وعارفين لي زارتيكل اللي تنجيبوا. لا حنا لا المحل ديال الوليد الصحراوي حتى هو راه عنده تشويشيات زوينين، السي عادل حتى هو سعدون راه عنده تشويشيات حتى هو تبارك الله زوين. بالنسبه لهاد الموديل هذا، ها هو هذا كيرجع اللون الاصلي ديال العود ولا ديال البلاستيك ولا ديال اي حاجه، مثلا ماريو مقشر قديم ما بغيتيش تسمحي فيه، شي حاجه طابله ولا اي حاجه مقشره ولا قدامت، كدير هذا البرودوي هذا كترجع ليه لونه الاصلي الاول. ها هي راه جات هو هاد المنظمه تاع الحمام، ها هي منظمه تاع الحمام ديال البديع، هذا تيجي بحال هاد الشكل هذا، ها هو كيركب هنا، وهذه كتعمر بالصابون ليكيد، كتعمر الصابون ليكيد هنا، وكدير بواحد الطريقه اللي زوينه كتعطيك الصابون تيجي في الحمام. بالنسبه للناس اللي سولونا على هذا واش كاين فيه ديال الضو ديال الحجر، فعلا فيه ديال الضو فيه ديال الحجر، عندنا بجوج، جبنا ديال الضو جبنا ديال الحجر. هذا كتدخل مباشره كتعطيه يدك، يدينا كاع حنا ممسخين عفوا، كاين تعطيه يدك كيعطيك الصابون مباشره بلا ما تمس اي حاجه، يعني كتدخل من الدار مثلا ما غسلش يديك، ما معقمش يديك مزيان، كتخاف تسلم على الوليدات ولا مالين الدار، كتمشي ديريكت بلا ما تمس حتى صابونه حتى شي حاجه، كدير يديك كيعطيك الصابون. كاين اللي كيتشارجا بالضوء وكاين اللي كيتشارجا بالحجر، ما كنديرو شرح تفصيلي على المنتجات اللي كاينين باش ندوزو لاهم حاجه اللي المنتجات اللي جاو حاليا في السوق. لي بوغ بابي جينيك، لي زاكسسوار الحمام، لي زاكسسوار الحمام فيهم هاد الستيل هذا، هادي منظمه ديال شيشه السنان، هادي راه معروفه، كاين هاد المنظمه ديال شيشه السنان كتلصق بلا فيسات وكتشد مزيان، كدير دونتيفريس هنا كتقلبو وكتدفع الشيشه، كيهبط لك دونتيفريس بواحد الطريقه اللي زوينه وسهله وبسيطه. هادو كيسان اللي بغى انسان يشلل فمو مثلا مابقاش طالق الروبيني، وكتعلق بهذا الشكل هذا، فيها الصغيره وفيها الكبيره، هالشكل هالشكل. ها هما هادو ديال بابي جينيك، الناس اللي كتبغي لي زاكسسوار ديال الحمام شي حاجه ما كتشد بلا فيسات، بوغ بابي جينيك هادي لافونتاج ديالها انها كتغطي البابي باش ما كيسرقش، والمجير كدير فيه لي تريك بيرسونيل ديالك، هنا كدير امبلانت ولا اي حاجه. اللي بغى الصور يحاول يتواصل معنا عبر طريق الواتساب، ولا يدخل الصفحه ديالنا، راه حاطين الصور ديال هذا الشيء كامل كيفاش كيجي والطريقه كيفاش كيتعلق والجماليه اللي تيعطي في الحمام. وهذه هي اللصقه اوتوكولون، كتدخل كوليس، ها هي كتدخل هنا تجي ساهله، وفي نفس الوقت ما كتحفرش الحيط، ما كتخسرش الجليج، بزاف ديال المشاكل كتفاداها. فيها هذا اللون هذا، وفيها هذا اللون هذا الشيبي، وفيها الغوز، وفيها الكحل، وفيها الكري. هاو شي حاجه اللي اللهم بارك، شي حاجه اللي زوينه وروعه. حنا اصلا كتعجبنا هاد المنتجات، حنا كنعشقوا هاد المنتجات، كنجيبوهم كيعجبونا، يعني كنرتاحوا ليهم الديزاين والشكل عاد باش كنجيبوهم. من ناحيه الديكور حنايا كنختاروا لكم ان شاء الله شي حوايج اللي تنال الاعجاب ديالكم، وعابش المنفعه شنو غتنفع بها هاد بابي جينيك. هاد بابي جينيك غادي تنفع بها بزاف ديال الحوايج،
انها غتغطي البابي جينك باش ما يسرادش، فيها مجير هنايا دير فيه لي تخيك بيرسونال ديالك، كتلصق اهم حاجه بلا فيسات، يعني بزاف ديال المنافع. علاش غتشري هاد بوخ بابي جينك من عندنا حنا؟ لاباج توب ارتيكل او محل توب ارتيكل لسوق القريعه، معقمه ومنظمه ديال شيشات الاسنان. ها هي كتجيب هذا الشكل هذا، كنحطوا فيها الشيتات هنا، غير كنحطوهم اوتوماتيكمون. هي عندها واحد السونسور، غير كيدخل شي واحد كتعقم، كدير كتشعل هاد الضوء اشعه الفوق بنفسجيه باش كتعقم شيشات الاسنان. ومن نفس الوقت كنديروا فيها هنا دونتيفريس، كتدفع دونتيفريس كيهبط لك دونتيفريس بواحد الطريقه اللي سهله وزوينه وسريعه. يعني شي دي زارتيكل اللي كتشوفوا في علي اكسبريس، علي بابا، شين، كاع المواقع الكبيره، حنا كنحاولوا نوفروهم لكم وبجوده ممتازه. ديما كناكدوا على جوده ممتازه، يعني ماشي ها كنجيبوا صافي ها ناقلين، كنشوفوا ناس اخرين كيجيبوا واحد الحاجه كنمشيو نقلو بحالهم وكنجيبوه، لا كنجيبوا شي حوايج اللي حنا كنختاروهم بعنايه بحال غادي بهم للدار. هذه واحد الرشاش اللي تيركب مثلا في الرشاش اللي عندك، كتحيد داك الرشاش وكتركب هذا، هذا كيفلتري الماء، بعد هذاك الماء اللي كيخرج من هنايا كيخرج من فلتري، وفي نفس الوقت كيدير الضوء فيه الحمار الزراق الخضر، كيبدا يبدل الالوان وكيعطي واحد لانيماسيون زوينه، واحد ستيل زوين. هذا بالنسبه للحمام. هذا واحد الروبيني اللي هو رائع جدا، ها هو كيركب في الروبيني ديال لافابو. هذا اللي الانسان اللي كيغسل وجهه في الروبين في لافابو بزاف فليكسيبل، ها هو تيدور كيما بغيتو، يعني الاتجاه اللي بغيتو كيخليك انك تحكم في الروبيني كيما بغيتي بحال الطريقه هذه. ولي فوتو راه ديجا عندنا في لاباج، ولا تواصلوا معنا عن طريق الواتساب، نحاولوا نصيفطوا لكم لي فوتو ديال اي ارتيكل عجبكم، غير سكرينيو من فضلكم. الناس اللي غادي يجيو للمحل من الاحسن يسكرينيو الموديل ولا يقيدو، ما يجيوش حتى لهنا عاد غيبغيو يشوفوا، لانهم كيتلفوا في المنتجات، كاين بزاف ديال تبارك الله ديال المنتجات، فهمتي، ما يقدروش غادي يعرفوا. ولكن الانسان اللي يكون عارف اشنو غياخذ، حيت الناس اللي فاش كيكونوا في اللايف كيتصنتوا بالشرح، كيتصنتوا كل منتج كنشرحوا عليه، اما فاش كيجي هنا ما كيبقى يشوف ما كيفهم والو، حتى كنزيدو نشرحوا ليه كنعاودو نعطوه وقت، ولكن لقى الزحام ما عندناش كنديروا ليه، الا لقى الزحام بزاف يعني ما نقدروش حنايا كل نشرحوا ليه بزاف. ديجا غيعاوننا هو، غادي يكونوا جايب ديجا تصاور ديال الموديلات اللي بغا. والناس اللي خارج الدار البيضاء ولا الناس اللي كتبغي المنتجات نصيفطوهم ليهم للدار، يتواصلوا مع الرقم خاص راه حطيناه وغنحطو نيت في هذا اللايف، هذا غنحطو رقم خاص ديال الطلبيات والارساليات، يعني دوز لا كوموند عند السيده، غادي تواصل معاك السيده، دوز عندها لا كوموند تقول لها بغيت هذا وهذا وهذا، تعطيك لي بخي وتقول لها صافي ها لادريس عطي صيفطوا لي لا كوموند، وحنا راه غادي نوصلوا لكم الكوموند، ديروا نحاولوا ما امكن نوصلوا لكم الكوموند في اقرب وقت ان شاء الله. المهم بالنسبه لي بورت بابي جينيك باش نكملوا اللايف، كاين بزاف الموديلات، كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل، هاد الموديل، هاد الموديل فيه اللوان، كاع موديلات زوينين، كاين اللي كيبغي حجم صغير، كاين اللي كيبغي شويه يكون كبير، المهم كل واحد والطريقه ديال كيفاش كيبغي البورت بابي جيني. هادي بروسادو، عفوا البروسه ديال الطواليت ما كتشدش العفونه، ها هي كاليتي زوينه سيليكون، واهم حاجه انها الا بغيتي تعلقوها كتعلق. كتعلق بهاد اللصقه ديالها، وهاد اللصقه كتشد مزيان، ومازال جايينكم على اللصقات اللي كيشدوا مزيان، اللي كيشدوا بلا فيسات. كاين فيها هاد اللون، وفيها هاد اللون، وفيها هاد الخضر. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يشوفوا، يجيو ياخذوا لي زارتيكل، يحاولوا يجيو ما امكن لو بلي توب بوسيبل، لان اللوان وهاد الشيء راه ما كيبقاش، تبارك الله الناس راه كيجيو ياخذوا. هذه البروسه السيليكون المعروفه راه ديجا بارطاجيناها. الناس اللي كتبغي تخلي ريحه زوينه في الحمام ولا في الدار ولا في الصالون ولا في المكتب ولا في اي بلاصه، اباراي اوتوماتيك بحال لاباراي اللي كان معروفه في الاول، هذه لاباراي ايرويك اوريجينال، ها هي اباراي اخرى حتى هي ديال سبليون خطيره جدا، كترش لك كل ساعه ولا كل ساعتين ولا كل ثلاثه سوايع كترش لك واحد الرشه كتكون فيها قرعه لداخل وكتبقى ترش لك الريحه اللي بغيتي. هادي حتى هي خطيرة وعملية في الدار، مهمة بزاف في الدار، هادي كتعطي واحد الريحة زوينة في الدار. هادي يلاه جات حتى هي، بغينا نبارطاجيوها معاكم باش تعرفوا لي زارتيكل اللي ان شاء الله غادي تلقاهم. هادي ديال الصابون، ها هي بارطاجيو اللايف مع احبابكم وصحابكم والناس اللي غادي يكونوا مهتمين بهاد المنتجات واللي كتعرفوهم كيتقداو بزاف في الانترنت،
حاولوا ما امكنش بارطاجيهم في اللايف. والسيدات اللي عندهم القنوات في اليوتيوب بغاو يهزوا لي فيديو ديالنا، الف مليون مرحبا، يهزوا لي فيديو ويحطوهم في القناه ديالهم على الراس والعين، بشرط انهم يحطوا العنوان صحيح والرقم يكون صحيح. هذا هو اللي كاين، هذا هو الشرط الوحيد. اما الله يسهل على الجميع، حنا بغينا نتعاونوا ان شاء الله مع الجميع. كاين هذا ديال الصابون ليكيد، تيدار في الكوزينه كتعمرو وكتحطو بحال هكا، مي كتبغي تغسل معا كتورك ضغطه جوج صافي، كيتعطيك الصابون القياس اللي غتغسل به داك الطبسيل ولا الكوكوط ولا اي حاجه، وهنا كتعلق سريبيته ولا اي حاجه. فيها هذا اللون هذا وفيها هذا اللون هذا، هذه مختصه خصيصه للكوزينه. كتكنا في الحمام دزنا لكم الهادي، المهم غنرجعوا للحمام. الناس اللي كتسولنا على اكسسوار ديال الحمام يكون ما تيصديش، اكسسوارات الحمام مضمونين مدى الحياه، غارونتي، نعطيكم غارونتي. اي حاجه طرات ليها جيبيها ودي فلوسك. اكسسوار الومنيوم ما كيصديش نهائيا، واخا تكون اون فاس مع البحر، ضربوا عزه، طماريس، سيدي الرحال، المحمديه، طنجه، اي بلاصه اون فاس مع البحر، يعني هاد الاكسسوار ديتي وانت مطمئن ما يصديش ليك وما يتبدلش وما يتغيرش، وفي نفس الوقت شكل انيق وكاليتي صحيحه تبارك الله. الشامبان تحط فيه الشامبان، الباندوش، هنا الحلفات ديال الحمام، فيه ديال جوج طبقات وفيه حتى ديال ثلاثه طبقات. هاو عطيني يا مصطفى هذاك الاكسسوار ديال الحمام، واللي بغى انسان اكسسوار ديال الحمام راه كاين اكسسوار كومبلي ديال الالومنيوم. ها هو اكسسوار كومبلي ديال الالومنيوم ما كيسديش نهائيا. اشنو فيه هذا الاكسسوار ديال الالومنيوم؟ فيه بزاف ديال الحوايج، فيه علاقة الفوطة، علاقة فوطة طويلة، ها هي علاقة فوطة طويلة، فيه علاقة فوطة دايرة، فيه ديال الصابونة، فيه ديال بابي جينيك، ها هي، وفيه ديال شيتات السنان. هاو الشكل ديالو، اللي بغى الانسان يدي اسورتي مع الكوان ويدي الاكسسوار الحمام، راه تبارك الله ما شاء الله، راه غادي الحمام غادي يفرشوا بواحد الطريقه اللي زوينه، وفي نفس الوقت غادي يفرشوا بواحد الطاجيرات اللي انوكسيدابل اون فوا بوغ توت، يعني يحطهم ما غيبقاش يتفكرهم. بالنسبه للعلاقات اللي كنا ديجا بارطاجينا معكم هما هادو، هما علاقات الانسان اللي كيبغي يعلق شي حاجه في الحيط بلا ما يحفر الحيط، هادو علاقات. هما انت وذكر، هما كتركب وحده في وحده، هادي كتركب في الحيط وهادي كتركب في هذيك البياسه اللي بغيتي تركبها، لو بغيتي تعلقها طابلو، علاقات السوارات، ديكور، اي حاجه. هما غنشوف راه حاليا توب محل، توب ارتيكل في سوق القريع. هما علاقات، علاقه ديال الطاليان، شي حاجه اللي كتشد مزيان بلا فيسات بلا حفير، هاهي علاقات ديال الطاليان، حاجه مزيانه. علاقات فليكسيبل، هادو تا هما يلاه جاو، كانوا تقاداو يلاه جاو. علاقات فليكسيبل شي حاجه اللي تبارك الله ما شاء الله واعره. علاقه ديال الكراطه راه حنا ديجا هضرنا عليهم، مانع الحشرات والغبار، هذيك اللي كيجي تحت الباب باش كتحبس اي حاجه، حشرات، غبره، تراب، اي حاجه. كان عندنا فيه البروميان والدوزيام والتروازيام شوا، ما بقاش في البروميان تباع، ما بقاش الدوزيام، ما بقاش، باقي حاليا التروازيام شوا. حنا كنقولوا لكم هذاك الشيء بكل صراحه بكل صدق، ماشي همنا هو البيع، همنا هو اننا نوريكم المنتجات ونقولوا لكم ان شاء الله امتى غادي ديما الجديد، نعلمكم بالجديد اللي كاين. بالنسبه لي بوبيل اللي كتجمع، ها هي راه كانت سالات وعاودات جات من جديد. بوبيل كديرها الجنب ديال الباب ديال الكرسي، وكتجمع بواحد الطريقه اللي زوينه، فيها الحجم الكبير والحجم الصغير. هاي ها المهم كاع داكشي اللي كيخص الدار والبيت والكوزينه غتلقاو معنا حنا محل طوب ارتيكل بسوق القرع. كاين هاد العلاقات هادو هما، كاين على ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، عود الشوك شي تيداروا من وراء بيوت ديال بيت النعاس ولا بيت الدراري، شي حاجة اللي صحيحة تبارك الله. عود الشوك الناس اللي كيفهموا في العود راه يعرفوا لاكاليتي ديال العلاقات. المهم داكشي اللي كاع ديال البيت إن شاء الله تلقاوهم. هاد التوشيات ديال التليفون راه جاو، كدار التليفون هنا وكدار هنا الشارجور، كدار حدا البريز باش يبقى التليفون كيتشارج حدا البريز، لا محتاج لارونج طويلة ولا أي حاجة. فراشات الناس اللي كيبغيو ديكوريو فراشات. هما عفوا غنقطعوا هذا اللايف وتنعاودوا نسجلوا لايف اخر، المهم من وراء واحد من وراء الاذان من وراء الصلاه غادي نعاودوا نسجلوا نكملوا هذا اللايف هذا. شكرا لكم.